هذا البرنامج برعاية خش يا ابني بالإعلان يا ابني خش عصير لذيذو مساء الخير معاك كرول الشنودة والنهاردة هستكمل معاكو كواليس بطولة 2019 في اليوم الثاني. في اليوم الثاني بعد تعب المتطوعين وصعوبة اليوم الأولاني في متطوعين مجوس حصل كالاتي المتطوعين اللي جم ساعدوا المتطوعين المجوس والحزن الحظ ان الماتش الثاني ما كانش مهمة نسبيا للجمهور يعني كان اغلبية الاستاد ما فيش غير 100 واحد في استاد الكورة كلي ودي يعني حاجة حلوة للمتطوعين لان اليوم التاني ما كانش فيه متطوعين زي ما قلت في اليوم ده استاذ باسم واستاذ ربيع اعتذروا لينا على حصل في اليوم الاولاني وقال لك احنا اتكلمنا مع ليدر ستونا وقال يا فندم هيتم التعويض ليكو اغلبية المتطوعين ترجموا كلمة تعويض دي اللي هو في فلوس مع ان اصلا التطوع في اي حدث دولي عالمي ما بيكونش في فلوس هي بس مقابل الشهادة بتاعتك واللبس عمر ما كان في فلوس وده اللي انا كنت متأكد منه وكنت بعاند كل الناس وقعد اقول لهم لا مفيش فلوس ده تطوع يا جدعان حتى اللي في كروسي قال لهم مفيش فلوس ما تحلموش في فلوس لكن كل الناس ترجمت فيه فلوس في اليوم ده اتوزع اول وجبه رسميه للمتطوعين كل المتطوعين على انحاء الجمهوريه في الجروب كانوا عايزين يعرفوا الوجبه دي ايه انا للاسف انا على طول مشيت بعد الماتش على طول لان انا بيتي وبين الاستاد ربع ساعه تلت ساعه فقلت اركب اي حاجه واروح البيت فاللي حصل كالاتي الو يا علي اكلت ايه جابوا لنا شاورما وبيبسي وتفاحه انا قلت ده وجبه في حدث دولي فلازم يجيبوا براند كي اف سي ماك زي بتاع روسيا كانوا جايبين ماكدونالدز بس اتقل هتعرف الوجبه الجايه ايه اتقل معايا اليوم ده زي ما قلت مفيش احداث كتير حصلت فهتنقل على طول على اليوم الثالث في استاد الدفاع الجوي ثالث يوم استاد الدفاع الجوي اليوم ده ابتديت اعرف ناس جديده في البطوله انا شخصيتي خجوله شويه في الاول يعني ما بتكلمش كتير ففي اليوم ده ابتديت اعرف ناس جديده يعني غير موافق واحمد بدر وعزت دول اللي عرفتهم في اول يومين المهم اتجمعنا في عمنا مرياض مكان التجمع للمتطوعين ومكان ركوب الاتوبيس بتاعهم استني الاتوبيس اتاخر نص ساعه لان استنينا واحد اسمه علي امام ده في الاخر حصلنا بالسكوتر على الطريق كان شويه كده اكشن هو كان بيجري قدامنا والاتوبيس مش عايز يركن لغايه لما ركن المهم ده فيديو لعلي امام هو طالع بعد ما شفنا علي امام وهو طالع وشفتوه هو نازل من سكوتر وبيحاسب الراجل في الحدث العالمي ده المفروض تكون في وجبه اللي هو هتخليك تكمل اليوم لان احنا اغلبيه المتطوعين بيجوا قبل الماتش بخمس ساعات ولو ماتش مصر اكتر من كده فالوجبه اللي احنا كنا متوقعينها اللي هي تكون شديده عشان تقويك على الاقل او وجبتين لكن اللي حصل كالاتي هي وجبه اقول لكم حاجه شوفوا راي المتطوعين الاول وانا هقول لكم رايي احنا بالنسبه للاكل كنا ساعات بننساه بسبب ان احنا كنا بنطحن في البطوله بس كان لما بتجيلنا الوجبه كان اهم حاجه بالنسبه لنا حته التفاحيه اللي في العلبه وطبعا الميه السخنه لان احنا كنا بنموت من العطش فكانش فارق معانا بس تبقى قاعد كده في الاستاد تمام جعان وعطشان وتلاقي ضوء سطع وسط المدينه تلاقي ايه بقى عربيه اللي منزله الوجبات دي في كيس ابيض كده الوجبه عباره عن سندوتشين جمال لدرجة ان انت بتقدرش تاكلهم بجد على فكرة بجد من قلوبنا ازازة عصير اللذيذو كانت تديك بار لدرجة ان انت بتقدرش تكمل اليوم من جمالها حاجة جميلة جدا بجد رأيي في الوجبة ان الوجبة كانت عبارة عن سندوتشين فراخ بني وكفتة وبصراحة الاتنين ما كانوش يتاكلوا بصراحة يعني كان طعمهم صعب واصلا كانوا مجلدين يعني طعمهم مش مظبوط اصلا وفي حاجات غلط كتير وكان ساعات الفراخ بتيجي مش مستويه مظبوط ويلا اللي حصل كان بيجي معاها كيس شيبسي صغير كيس شيبسي اللي هو قد كده تقريبا قد كده اللي هو بيتعمل دعايه مش بيشتريه اللي هو النص جنيه وكان بيجي طعم الكباب اللي هو مين بياكل كباب وكان معاه عصير لذيذو عصير كده قد كده لذيذو كان لطيف بصراحه يعني انا لما جبته بعد البطوله كان طعمه حلو جدا بس هو ساقع وهو ساقع بس احنا كنا بنشربه سخن فكان طعمه يعني يلا الحمد لله وكان معاه ازازه ميه سخنه برده بس كانت بتقضي الغرض ساعات يعني بس الشهاده لله كان في مرتين جابوا هارديز وانا مش موجود ومره جابوا كنتاكي كنت موجود الحمد لله بس كان سته تقريبا فكان قشطه يعني بس ده كان الوجبه بص يا كيرو انا ما كانش عندي مشكله مع الاكل بصراحه وبس جزئيه كنت حابب اتكلم فيها يعني هو كان في ناس كتير بتهجم على البانيه يعني انا مش فاهم يا جدعان انتوا ايه مشكلتكم يعني ايه انا لما تاكله تعمل غسيل معده بعدها انا مش فاهم ده حاجه بتنقي معدتك يعني انا بصراحه شايف الموضوع مش مبرر يعني وشكرا وجبه بطوله افريقيا يعني اول يوم روحنا البطوله قالوا لنا يا جماعه انتوا هيتوزع عليكم وجبه
خلاص تمام. اول يوم رحنا قالوا لنا يا جماعه معلش عشان لسه اول يوم وبتاع الوجبه ما جاش. تاني يوم الماتشات الجايه هيبقى الوجبه دي موجوده. رحنا تاني يوم وانت بقى تبقى في الشمس من الصبح وحران وعرقان ومش قادر خلاص بقى يعني الوجبه بقى هتيجي خلاص بقى مستنيين الوجبه. جت الوجبه تلاقي شنطه كده جايه لك بيضه وعليها ايه كريستال بالاس. ايه كريستال بالاس ده؟ قال لك بعت لنا اكل كريستال بالاس. انا طبعا كريستال بالاس يعني كريستال بالاس الحاجه الوحيده اللي انا اعرفها في حياتي هي كريستال بالاس النادي بتاع الدوري الانجليزي يعني ما شفتش حاجه غيرها. نسيبنا من الشنطه ونسيبنا من كل حاجه الوجبه بقى نفسها يعني انا 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 الوجبه دي يعني كانت اقرب حاجه لقلبي في البطوله دي الصراحه يعني ما كنتش عارف اتعديها باي شكل باي منظر باي حاجه. انا ما اعرفش مين كان بيفكر في الوجبه دي يعني. اول ما تفتح بقى نعدي الكيس الابيض كريستال بالاس اللي محطوط لنا ده ونخش بقى يعني هناكل. اول حاجه هم سندوتشين الصراحه الناس مكلفه نفسها ويعني واحد فراخ بانيه وواحد كفته بس هم لا يمتوا بصله بشيء ولا للبانيه ولا للكفته. يعني الكفته كانت يعني لحد ما مقبوله العيش ده طبعا ما يتك يعني العيش ناشف كفته فراخ بانيه لا 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 لا, لا, لا خالص ما 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 تنفعش والله العظيم ما تنفع خالص يعني يا لهوي. لا 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 نعدي بقى مرحلة السندوتشات ونخش بقى عصير يعني الناس كمان يعني تروق علينا بعصير عصير لذيذه والله في حياتي انا ما سمعت عنه ولا شفته ولا خدت بالي منه ولا عرفت ان الشركة غالبا الشركة نفسها ما تعرفش ان اللي بتعمل لذيذه ان مفيش عصير اسمه لذيذه بره بقى ان العصير لذيذه يجي لك بقى عصير لذيذه سخن ده بقى ليفل تاني من الهبل يعني ده ليفل تاني انا ما كنتش اعرفه ما كنتش عارف بقى والله ما اعرف انت كنت بتشرب حاجه ما والله العظيم ما ينفعش اقول عليها عصير ويا سلام بقى وجايه لك سخنه كده وانت يا بعد كده بقى ايه ازازه ميه ازازه ميه يعني ما فيهاش اي حاجه ميه عاديه جدا اي حد فينا بيشرب هيشرب ميه انا سخنه حران واشرب ميه سخنه والله العظيم والله تشرب وانت عطشان تعطش اكتر وزورك يوجعك وتصدع يعني قاعده طول اليوم يعني معاك في الشمس يعني وتفاحيه يعني بصراحه اللي كان مصبرني على كل في الوجبه بتاعت البطوله دي تفاحيه لذيذه ممكن شويه تديك طاقه هي سخنه وتعبانه بس يعني تفاحه وجبة لذيذه انا وجبة لذيذه دي عمره ما هعرف انساها في حياتي هتفضل اقرب حاجة لقلبي يعني اي ما تفتكر البطولة افتكر وجبة لذيذه يعني انا غنيت لها والله ما عرفت بيعملوا فينا كده ليه والله. ودي كانت بصراحة لما كيرو كلمني علشان اتكلم على الاكل في البطولة ما كنتش عارف اقول ايه بس يعني هو اسوأ مما اي حد يتخيل واللي ما شربش لذيذه يروح يلعب في بعد ما عرفت رأي المتطوعين انا عايز اقول رأيي. هي اوحش حاجه في الوجبه دي كلها ان احنا كنا في عز الصيف والميه كان بيجي لك نازله من ميه مغليه الازازه مغليه ليه ما تعرفش. اللجنه ما كانتش قادره توفر لنا ميه ساقعه ودي كانت نقطه سلبيه من ضمن السلبيات في البطوله. بس للصراحه كان في ايام بيجي لنا كي اف سي وهارديز كل المتطوعين ما شافوش الوجبه دي بالذات هي لجنه المراسم بس عشان كانت نسبيا تبع شركه بريزنتيشن فكان بيجي لها الوجبات دي من ذنبنا والله من ذنبنا. بس هي اكتر لجنه تعبت في البطوله دي كلها هي لجنه المنصه لانها كانت بتخلص شغلها وكانت بتطلع تساعد في كل حته وغير كده هي كانت بتروح استادات اكتر من المتطوعين التانيين. اليوم ده اصلا ما كانش متعب زي استاد القاهره نهائيا. جه مكالمه لدكتوره اسماء النوراشي بيقول لها يا فندم احنا محتاجين دعم في استاد السويس. فمين يا شباب يحب يروح استاد السويس؟ انا 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 اكيد مش هفوت الفرصه دي خالص. اول مره اروح السويس ودي هتكون بالنسبه لي تجربه حلوه جدا 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 ان اروح السويس. اصلا انا ما عنديش مشاكل في السويس ومفيش مشكله حصلت هناك غير بس بتوع الامن كانوا بيرخموا لو ما حدش يخش بكشكول ما حدش بيخش السماعات. انا ما اعرفش ايه مشكله السماعات وايه كشكول يعني غطى المايه عارفين اللي هو بيتحذف مع ان المايه كانت بتتباع جوه يعني وانت داخل يقول لك يا فندم الغطا معلش مع ان المايه هتلاقيها بتتباع جوه ب 20 جنيه وبالغطا بتاعها يعني اللي هو ممكن هتحذفها على اللعيبه اللي انت ممكن تدخل بيها. فانا كنت شايف النقطه دي اصلا انا ما اعرفش هم ازاي كانوا بيفكروا كده بس يلا المهم عدى اليوم. كان معانا باشمهندس في الطارق في اليوم ده هو اللي كان ليدر بتاعنا خد الحاجه بتاعتنا وداها الاوتوبيس. هو كان الراجل اللي كان مهتم باليوم ده قوي معانا ضمن الناس اللي حبيتهم في البطوله
مع ان زي ما قلت لكم الامن كان بيرخم علينا في حوار الكشكول وحوار الهاند فري والاقلمه وازازه الماء اللي قلت لكم تتباع جوه. بس الفكره من كل ده ان هو برده ما كانش بيرخم علينا جوه في الاستاد. شركه تذكرتي نفسها ما كانتش بترخم نهائيا في استاد السويس، ودي غريبه انا ما صدقتهاش غير ما جربتها هناك. انا لا عايز اقول استاد السويس يعني من احسن الاستادات اللي انا رحتها عشان ما فيش مشاكل هناك، وده اكتر حاجه عجبتني هناك. ودي فيديوهات من السويس لو حابين تتفرجوا عليها. احلى حاجه في السويس في الحمام انك وانت تعمل حمام هنا ممكن تتفرج من هنا. اليوم الرابع في استاد القاهرة كان مجموعة مصر. هو يعتبر اي ماتش فيه مصر ده بيكون ارخم يوم للمتطوعين، هو بيكون احسن يوم للجماهير وبيكون احسن يوم برضو بالنسبة لنا ان احنا بنشوف جمهوره والحماس وكل حاجة، بس يعتبر ارخم يوم للمتطوعين. ليه؟ لان الليدرز كانوا بيجيبونا من الساعة 11 الصبح، والماتش الاولاني بيكون 7 بالليل والماتش الثاني بيكون 10 بالليل. متخيل احنا بنيجي 11 الصبح عشان الماتش هيتلعب بالليل الساعة 7؟ ده كان بالنسبة للمتطوعين ارخم حاجة. بس الصراحة للامانة الماتش بيكون مبهر، حماسية بطريقة حلوة، اللي هو انا مش الايام دي مش هتعوض، انا معرفش هتعوض ولا لا، بس انا شفتها وحسيتها. لو انت شفتها وحسيتها هتقول انا نفسي كل يوم ماتش حتى لو ببلاش. في اليوم ده ما حصلتش حاجة كتيرة، بس عايز اقول لك ان هو برده هيكون يوم حماسي، وكل منتخب مصر ما يلعب في استاد القاهره في البطوله دي احنا بنكون مبسوطين جدا 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 عشان بنشوف الجمهور. اي ماتش تاني ما كناش بنشوف الجمهور غير منتخب الجزائر او المغرب اللي هي المنتخبات العربيه. المهم في اليوم ده ما حصلش مشاكل كتير، بس انا صورت لكم فيديوهات من ارض الملعب وللجمهور، والجمهور وهو بينظف كمان. بس قبل ما تروح تتفرج روح اعمل سبسكرايب ولايك واكتب لي كومنت وقول لي ايه رايك في الحلقه. سلام.